في جو بهيج وبحضور أبناء عمال المؤسسة الوطنية لخدمات الآبار بحاسم سعود، قدمت فرقة أحباب الطفولة عروضا مسرحية لقيت تفاعلا كبيرا من طرف الحاضرين. هنا جو بهيج جدا أن نرى ويلتقي أبناء العمال مع بعضهم البعض، وأن يلتقي أحيانا الابن مع العامل يعني في مقر العمل نتيجة لاجتهاد الطفل في امتحانات الفصل الأول. اليوم قدمنا لهم مسرحية تاع النظافة والأمانة، وزدنا لهم عرائس راقصة عرس الجرابوش، بقشي يزيدهم ألعاب خفيفة. المبادرة لقيت استحسانا كبيرا من طرف أولياء الأطفال، خاصة وأنها جاءت بعد نهاية الفصل الأول للموسم الدراسي. المبادرة هذه تقريبا الأولى من نوعها على مستوى الشركة، على مستوى NSP، هي بعد موسم من الجد، بعد ثلاثي نقول الثلاثي الأطول من الجد والعمل تلاميذنا. يعني سي اون بروميير، سي لا بروميير فوا يديروا لنا حاجة كيما هكا مليحة، سا نو زافي فريمون بليزير ونشكرهم مرة أخرى. عجبني هذا الحفل بزاف مليح، ونشكرهم بزاف على الحفل وشكرا. إذن هي عروض مسرحية من شأنها غرس قيم أخلاقية حميدة وخلق جسور المحبة والتعارف بين أبناء المؤسسة.